السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا مع بعض الطريقه اللي غادي نخدموا بها غرزه الزنابق. الزنابق هو نوع من الازهار. لهذه الغرزه كنحتاجوا لعدد الغرز مضاعفه عدد 6 زائد 5 غرز. انا هنا عندي 2 4 6 2 4 6 يعني 12 زائد 5 2 4 5. ونبدا على بركه الله. عندي هنايا كنخدم او هاد الاولى غرزه الحافه ما كنخدمهاش، كتسمعوا عندي هنا زوج غرزه مقلوبه كنقلب، وكنخدم غرزه عادله عاديه، يعني هذا عندي جوج ديال الخدمه، كنقلب ونخدم خمس غرز عادله، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، كنقلب وندير غرزة عدلة، كنقلب وندير خمسة مقلوبة عندي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كنقلب وكنخدم غرزة عدلة، كنقلب ونخدم زوج غرز مقلوبة. هذا السطر الأول. السطر الثاني أو الخلف أو الظهر ديال الخدمة كنخدم الاولى ما كنخدمهاش، كنخدم كتسمع عندي هنايا جوج غرز عدله، كنقلب كندير وحده مقلوبه، نقلب وكندير خمسه عدله، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، كنقلب وكندير وحده مقلوبه، كنقلب ندير واحد زوج ثلاثة أربعة خمس غرز عدلة، كنقلب وكندير وحدة مقلوبة، كنكمل بزوج غرز عدلة. السطر الثالث عندنا الأولى أو غرزة الحافة، نحسب اثنين مقلوبة ثلاثة مقلوبة أربعة مقلوبة خمسة مقلوبة، كندير نقلب الخيط ندير غرزة فارغة وندير غرزة عدلة، كنقلب وندير غرزة فارغة ونخدم خمسة مقلوبة، خمس غرز مقلوبة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كنقلب كندير غرزة فارغة كندير غرزة عدلة، كنقلب وندير غرزة فارغة ونختم خمسة مقلوبة، خمس غرز مقلوبة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نخدمو السطر الخلفي أو الظهر. عندنا غرزة الحافة تسمى وحدة، وكان خمس كنخدمو خمسة عدلة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كنقلب الخيط وكنخدم هاد الثلاثة، هاد الغرزة الفارغة مع هاد الغرزة المقلوبة مع غرزة فارغة، كنخدمهم غرز مقلوبة، كيوليو عندي ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، كنقلب وكنخدم خمسة خمس غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كنقلب وكنخدم هاد ثلاثة ديال الغرز، جوج غرز الفارغة مع الغرزة اللي في الوسط، نخدمهم غرز مقلوبة، واحد اثنين ثلاثة، كنخدمو خمسة خمس غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. السطر الموالي غادي نخدمو خمسة أو خمس غرز مقلوبة، زوج
ثلاثة أربعة خمسة، ونخدمو هاد ثلاثة عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلبو ونخدمو خمس غرز مقلوبة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كنقلب ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، كنقلب ونخدم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مقلوب الخلف، الخلف غادي نخدمو كما راه عندي هنايا، خمسة خمس غرز عدلة وثلاثة مقلوبة. انا هنا خدمت وصلت للسطر السابع حيت عندي الخيط غليظ، غادي هنا نكمل الزويقه. الا كان عندكم الخيط رقيق وصلوا للسطر التاسع، يعني الشكل اللي غادي نخدمو دابا ديروه نتوما في السطر التاسع الا كان عندكم الخيط رقيق. غادي نخدم هادو بهذه الطريقه، خمسه ديال الغرز مقلوبه، كنقلب الخيط، كنسحب هادي، كنجمع هاد الجوج على هاد الشكل، وكنسحب هادي نكليسيها عليهم بهاد الشكل. نخدم خمسة ديال الغرز مقلوبة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كنقلب الخيط، كنرفد هاد لاماي، هادي كنرفدها مكنخدمهاش، كنجيب هاد الجوج نخدمهم مجموعين في هاد الاتجاه، وكنرفد هادي كنجلسيها على هادي بهاد الشكل، كنقلب وكنخدم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. احنا قفلنا الزويقه. انا هنا غادي نخدم جوج سطوره في نفس الاتجاه، غادي نخدم جوج سطوره في هاد خمسه في الظهر، خمسه عدله وحده مقلوبه، وفي الجهه الاخرى العكس، باش ما نطولش عليكم الفيديو نرجع معكم. انا هنايا خدمت ثلاثه ديال السطوره، دابا غادي نخدمو الزويقه في الشكل هنايا، غادي نخلفو هاد الغرزة هادي نخلفوها هنايا، غادي نخدم الاولى ما كنخدمهاش كتسمى وحده، وكنديروا هاد الزوج مقلوبه، كنقلب الخيط وكندير غرزه فارغه، نخدم وحده عدله، نقلب وندير وحده فارغه، ونخدم خمسه مقلوبه، واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة، كنقلب ندير غرزة فارغة، ندير غرزة عدلة، نقلب باش ندير غرزة فارغة، ونخدم خمسة مقلوبة، خمس غرز مقلوبة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وكندير غرزة فارغة، غرزة عدلة، كنقلب وكندير غرزة فارغة، وكنكمل بزوج ديال الغرز مقلوبة. وكنستمر كما خدمت هنايا، غادي نقلب ونولي نخدم، نخلف الخدمة وغادي نحصل على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا الغرزة ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى باش يكون الشرح واضح. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يتوصلوا بالجديد. اي استفسار اي تساؤل اي حاجه بغيتوها، اي زويقه المهم بغيتوها خلوها لي في التعليق. كنشكركم، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد مع زويقه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.